بقي شوي ونطير على جناح السعد سوالف وجوالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حبايبنا بجمهور المجد الغالي. حبايبنا اليوم كانت الحلقة مع الشباب عن العفو، انك تسامح وهي، وبتمنى انكم اليوم تسامحوني وتعفوا عنا إذا صار شيء لخبطة بالمطبخ، بس والله غصب عني. يعني الشباب مقدمين ونجوم كبار وجايين يتسلوا بالمطبخ ومشان أنتوا تستمتعوا معنا. اليوم رح يكون معنا اثنين من المقدمين اللي حلوين خفاف على القلب، اللي لحنا بشمد الكون. خلي هو يجي، أنا حاطة ببالي إن شاء الله يكون يعني تركيبة المطبخ اليوم على ذوقكم. خلينا النادي اليوم حمد سعود من البحرين، وهو رح ينقي ويتحدى المنافس تبعه اللي بده ينقي. حمد تشرف معنا لهون، اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله محييك. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. طيب بخير. انت الله يحفظك. انا شك بخير. الله يسلمك. طيب الله يحييك. حياك الله. هاي طاولتك. انا مكف النص ان شاء الله. انت اللي بدك تساوي اليوم؟ اي نعم. تبي تتحدى من؟ انت اختار لي واحد. اختار لك واحد. هي. والله شوف كلنا في الهواء سوا. طب قبل ما شو طبخت اليوم؟ مشبوس دياي. الله بالخير. هذا اللي بقى بتكون تعفو عنه وتسامحوه من اوله. انا ودي انادي لك سعد الخنفري. اذا ودك تتحدى انت اللي انا من انت اللي بتنقي بتقول بدي اتحدى. خليني اوقف محل لك. يوقف هون. نقيت هون مين حابب تتحدى؟ نقيته لهو سعد. لسعد. ايوه. ايه كويس. بعرف ولا ما بعرف؟ اي سعد فيهم؟ صحيح في ما شاء الله كلهم سعد. لا سعد النحيف مش سعد. في سعد وفي سعيد وفي سعد كمان. لا سعد الخنفري. سعد الخنفري. أيوة. والله والنعم. والله واحلى من نقيت. النادي حبيبنا سعد. سعد السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. الله يحييك. الله مبارك. اهلا ومرحبا. شو هيدا مقبول التحدي؟ مقبول. اهلا وسهلا. طبعا هو مناديني من هناك، طلعني من الخيمه تعال بيك، في الاخير طلع تحدي. كان قال لي من البدايه طبخ وانتهت السالفه. طيب سؤال قبل ما نبدا، شلونك بالمطبخ؟ سيء جدا. وانت؟ انا ايه انا شيف حمد سعود. ما شاء الله. معناته شباب بالله عليكم عن جد بدنا العفو منكم يا جمهورنا الكبير. لا كذا صعدت الموضوع يا شيخ. لا ترى شخصنت. يعني عم تتحدى شخصنت. لكن في تقييم. ها لحنا اليوم شو هيدا لكن يا عمي شو هيدا. يعني بدنا نشتغل اليوم. انت ما بتعرف ما عمرك سمعت بالشيف حمد سعود؟ حمد سعود اللي يخفى القمر. انت اللي مسكر ثلاث ارباع مطاعم البلد. الله هاي زين ولا شيء. وجاي هربان من البحرين وجاي لهون. شباب احنا رح يكون معنا تقييم اليوم على الشكل على الطعم. كبسه؟ اكيد كبسه. لا مو كبسه. هلا بقول لكم والله سهله كثير بتخلص بثلاث دقائق. ليش ما في وحلاوتها مشان ايش؟ نستفاد من مواهبكم اللي انتم برات الهواء. ليش ما فيهوش طماطم؟ هلا بقول لك لانه ما بنسمع انكم شو هي الطبخه تبعكم. لا بدي طماطم عشان اللون. في حاطين فلفل ما بيجي فيها طماطم. انا بحب الطماطم. هيك انتم بتجبروني على شيء ما بدي. هي ستاندر يا حبيبي. هذا مطبخ. هذا مطبخ هون ما بتحسن تغير. ايوه ما بتحسن تغير في شيء. اليوم رح نسوي سلطه سيزر. صح. عفا عليك. سلطه فيها دياي. اي سلطه فيها. هي سلطه السيزر اساسا يكون فيها دجاج. هي وجبه متكامله بالذات للناس اللي عم يعملوا اكل صحي. اعطني خلفيه سهلة عنها اكثر. الاكل سهله. لا 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 بدون وصفات لو سمحت. ايه خلفيه عن لا لازم اشرح لكم. لا 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 بدون وصفات. عشان الجمهور يعرف الطبخ. عشان الجمهور اوكي بس ايه. عشان سلطه السيزر طبعا هي من المطبخ الايطالي. حلو. بتعتمد على عناصر اللي هي هذا بيسموه بالمطبخ فيتامين. هذا ملفوف. لا هذا خس. خس. ايوه هذا خس روماني. وهذا هذا خبز محمص مع الاورجانو او الاعشاب مع زيت الزيتون والثوم. شيف ترى انا ما بحب اطبخ لشيء اجنبي. لا كله بزرق. عربي بس علشان عيونك الليله. الله يسعد قلبك. وهذا يسلم عيونك حبيبي. هذا جبنه البارميزان كمان. هي من الأجبان الإيطالية. جبنة شنو؟ البارميزان. مبارح حكينا عليها. هي وهذه بس بتصير. وهذا مشان إنه نكسر اللون. هذا الصوص. هاي ملح ولا سكر؟ هذا ملح حبيبي. أوكي. إيه ولا والله الله بالخير. إذا سكر والملح والله مشكلة. ما تعرف الملح من السكر.
وهذا صوص نشوف الحين هذا صوص السيزر. صوص السيزر عبارة عن ريحته قوية. ايه عبارة عن مايونيز لايت مع زيت زيتون مع توم مع جبنة البرمزان. انت بتاكله ولا بتعطر فيه؟ تمام. العملية شو راح نسوي؟ راح نحمي اول شيء شو اسمها هاي؟ الطاوة. لا بالبحرين شو اسمها؟ مقلوبة. ايش اسمها؟ وانت؟ قلاية. والله لها عدة اسماء يعني. هون شو بتسموها؟ قلاية. لهن الطاوة عم يقولها وعم يغششك. الطاوة في الاسم. في الاسم يعني يسمونها البدو المقرصة. المقرصة. طيب المقرصة والايش؟ طاوة. يعني بقرص راسك فيها. اسلم. لهنا بالشام اسمها مقلاية. شو اسمها؟ قلاية. مقلاية. مقلاية. انا لا هو يشغل بتاعه. ما بتعلموش. ايه. شو راح نسوي؟ لا طفيت يا بابا انت. ايه ايه لك لحظه لا 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 يا حمد ادخل. هي مو تسعة. ليش مو يجيني تسعة؟ لحظه بتكبس هي هيك وهذا بتحط تسعة خلص اشتغل. ما بحب تسعة بحبه 8 عشان ما ما يحترق. هذا ايش لنا؟ ما بدي يحترق. يلا هاي هون صغيره. هاي الحين شو نسوي؟ بنقطع الدجاج. بنقطع الدجاج هلا عبارة هيك بنقطعهم طبعا كل واحد جلافز. بنقطع الدجاج. من تتوقع يفوز يا شيف؟ والله الجمهور راح يفوز اليوم. الجمهور ها؟ الجمهور راح يفوز. نقطع شلون تبي؟ سلايدات مربعات مثلثات هيك بنسميها جوليان. شرايح هيك بسيطة مثل جوليانة. الجمهور لاجلك نرخص الغالي يا جمهور. طيب شلون القصة؟ طول خليني اقص لكم وحده وبعدين انتم بتشتغلوا عليها. بين ما انا اقص وحده راح ينزل شو اسمه بالهاشتاج على لا بالعرض. بالعرض يا بابا. بالعرض. ايه. وش اللي بينزل بالهاشتاج يا شيف؟ بس وش اللي بينزل بالهاشتاج؟ كذي التصويت مين بيصوت بدي هاي بس بالعكس انا. يلا ماشي. تصويت على ايش؟ مين بيعطي علامه لواحد منكم؟ علامة. ايه بهالشكل. كمل احسن. ايه. عرفت؟ هيك ما تبي تشكل. تعال كمل. ماشي؟ ما تبي تكمل؟ اه خلاص هلا هيك مشان لا مشان العدل بس. ايوه. ما عليك دكتور تراني انا والله ما شاء الله. ايه استاذ استاذ. شفت شلون؟ انا بس يعني بعمل. ايه. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ما في بهارات. نحط بهارات نحط. طبعا عندنا بهارات سرة. هذه اخذها معي البيت اذا خلصت. طبعا هل غير هيك هلا بتعشى يعني ابي ابغى اوري امي شغلي يعني. اوكي كذي بدنا بس بدنا مثل امبارح. هايك منيح. حلوه حلوه. طيب سؤال يا شيف شلون سلطه تطبخ؟ خبر سلطه الثلاجه يعني. هلا اليوم نحن مطبخ ايطالي يعني شو بدي اقول لك. كل المطابخ صارت الكوكب كله صار قريه صغيره. اي معلومه بتحسن تجيبها عن طريق النت يعني. يلا انا انت النت حقي. يلا قل لي شو السؤال اللي بدكم اياه انا بجاوبكم. إيه ليش يعني. ليش نطبخها؟ عشان تاكلها. ناكلها اياه. انت عازم قطاط على ليش ما نطبخ الدجاج لحاله؟ ايوه الدجاج بدك تطبخه لحاله وتحطه على الطاسه. بحط معه هذه بحط معه ملح. لا ما هذا ما بتساوى. بس الدجاج بنعمل مع زيت الزيتون وملح وشويه ملح وبناخذ شويه بناخذ اورجانو. ايوه. وعندك بهارات ايطاليه هي كمان هدول راح نستعملهم. هلا بعد ما خلص اي سؤال راح تساله مقابل علامات. عرفتي كيف بتخلص هيك؟ شو هاي بدنا نقطعها مربعات. شو فيك عن مربعات انت شيف؟ هي بالطول. هي كلها هيك الطبخه يا حبيبي. هي هيك الطبخه. عشان اقعد اسوي لكم من راسي يعني. يا شيف انا صراحه بقول للجمهور اللي ما يعرف يسوي سلطه سيزر يتعلم مني. شو هي؟ اي خذ هاي سي. عطني مالت السيف. هاي مو مالت السيف. ايوه هاي مالت اللحم. لا هذه الابيض. ايه؟ لا هلا بنحكي على القطاعات. ايه؟ حلو سؤال حلو. القطاعات الابيض هذا للخبز. الاحمر للحم. الأصفر للدجاج. الأزرق للسمك. الأخضر للخضار. مغيرين اللون بس. عيد لي ياهن اللي قلت لك ياهن وتاخذ خمس علامات هلا عسلي. يس. يلا. الأبيض للخبز. أيوة. والأزرق للسمك. إيه. والأحمر. إيه. للحم. أيوة. وهيدا الأصفر. الأصفر لإيش؟ للدياي. طيب والبني. والبني. هلا هي. مين بيعرف البني لإيش؟ أنا بقول لك. قول. للحم. لا لا راحت عليه فرصة. ليش؟ لحم
للمخبوزات قلنا هذه. لا ايش قلت ايش قلت ايش قلت؟ لا انا ما قلت لك للمخبوزات. انا برجع بعيد للعيش. عد عد. لا للرز. لا عد عد رز عد عد. لا خليني اتذكر دكتور. دكتور عيد يا دكتور. شكيتك لله انت وياه على اليوم. عيد عيد. الابيض بنقطع عليه الخبز. خبز اوكي. الاحمر للحم، الازرق للسمك، الاخضر للخضار، البني للاشياء المطبوخه يعني الدجاج المطبوخ بتقطع على اعيد الكتل بورد البني. اعيد اعطني خمس درجات. لسه خلص ما عرفت قطعت الدياي بسرعة. عندي دياي اقل من اللي عندي. لا والله نفس الشيء صدق بالوزن بس انت بس الهمه تختلف. الهمه تختلف طبعا. حط حبيبنا يلا حط الدجاج وهي عندك البهارات اللي موجوده عندك. سوي اختبار الزيت شو رايك؟ برافو برافو والله يا سعد حلو. ها اصلي يلا خلاص. الخس الخس مثل ما قلت لكم بنقطعه بشكل مربعات. مربعات؟ ايوه مربعات. متى نحطها؟ مربعات. حط بالمعلقه بالمعلقه ليك بالمعلقه بالمعلقه. ايوه ومتى نحطها؟ بس نخلص هاي الصحن بتحط فيه الخس هون. طبعا بتستنى عليه ليبرد شوي الدجاج. بس يبرد الدجاج بتحطه فوق الخس بتحط الخبز بتحط جبنه البارميزان والصوص. في شيء اي سؤال؟ ايه في في عد من جديد. لا خلاص لا لا عد من جديد. شو عم تتنقل منه انت؟ بالله عد من جديد يا شيف. بنقطع خلاص. لا خليه خليه بس الدوبة يستوي. احط بعد ولا بس؟ بس 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 باقي نقطة هني. هني فاضي. ايوه شوف هني فاضي احط لك. بس يا حبيبي هاي فاضي. هاي عبيت لك اياها. اوكي يا شوف بالله تعيد من جديد. بنقطع الخس اخر مرة. ها ايه يلا الخس بنقطعه مربعات. حلو خليه على جنب. ايوه بنحطه على طرف. حلو نجي الدجاج بعد ما نحمصه وبنحط له البهارات اللي عبارة عن بهارات ايطالية. حلو وأورجانو وملح. إيه؟ وملح بنظبطه ممتاز. ايوه لحظه حطينا الخس على صوب. ايه الدياي نحطه هني. ايوه نحط الدجاج. زين نحط عليه شيء. هاي البهارات كمل خلها يرسل. ايه اوكي بعد منا بنطبقهم مع بعضهم وبنحط الصوص وبنزينه بالخبز وجبنه البارميزان. لحظه شوي شوي دكتور والله شيء. ايه؟ سريع هذه متى نحطها ذي؟ انت اسكت شويه ابي اسال. قول دكتور قول شيف بعلامات. ها اي لا اول شيء أيوه. شوي شوي والله ما قاعد اسمعك صوته مزعجني شوي. طيب بنحط الدجاج بنقطع الخس. عاد اللي يطبخ عني. انزين بنحط الخس بالصحن تبعه هوني. الخس وين احطه؟ براسي. حطه بجيبتي. وين بدك تحطه؟ خود شكيتك لله. مين اللي قال له تعال؟ هاي ناقز الزيت. ماشي يقول سلامي على السيزر وطعمها. ايوه سلامي على السيزر وطعمها وطعمها. تخلي اللي ما له شوتم بالعيشه طعمها يلهمها يلهمها. وسلامتك اسويها؟ لا لا بوسيدة والله ما عندنا مطعم لسه عندنا ست اسابيع بدنا نخلص. والله لا لا والله بتحرق حالك كيفك تزيدني درجات اذا سويتها. بس مو بهالزيت كله. هذا مكثر الزيت انت. لا مو مكثر الزيت. هاي قول ليش؟ هاي زيت زيتون. عرفت؟ تمام من السرة. السرة بيبيعون بس حق قناة المجد زيت زيتون. لا ما عندهم من زيت زيتون. لا بس لنا عرفت يجربون. كيف ملاقيهم؟ شوف الحلو ليش ليش عم ترفع عنه؟ عشان ما ينقط يطشر. لا لا ما بي لا بس انت شوف لك ايدك 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 هيك بس حركها بهيك هيك بس. حلاوتها معدات السيف انه ما بتلزق فيها الاكل يعني معموله من ماده كثير جيده. انا اشهد. ايوه احد صبعي ما يرزق ما شاء الله عليك. جرب. اي بالله عليك لا لا, لا تحرقنا. شيف انا شيف اصلي. بتحط ملح الحين؟ كل ذي ملح صودهم الضغط. ما لا دخل في بهاراتي صح؟ لا دخل في بهاراتي؟ لك انتوا اثنين تستخدموا. لا ما بدي. بركي هو اذا بده يحط يحط ما حط ما ما يعرف ما يعرف يا شيف ما يعرف هذا. ترى كلها سلطه الدعوه دي كلها ترى سلطه يا رجال ما تسوى يعني اترك حبيبي العبره بالخواتيم. تقلب ليش في مواقع. ايوه اتحداك ليش يا شيف سموا سلطه سيزر سلطه سيزر ليش؟ ما بتعرف؟ ها؟ ما تعرف؟ في الحرب العالمية الأولى شو معنات سيزر؟ قالوا شا
شافوا الناس هذه قصة السلطة قصة السلطة الصيدة. شافوا الناس قبل تقريبا احسب 10 سنوات تقريبا شافوا الناس يعني يحبون العصير هذا اللي يسمونه سيزر عصير عصير سيزر عصير حبيبي احنا في السلطة الله يسلمك في اقبال كبير عليه شيف حركة شوي قالوا لا في درجة ذي طبعا خمس درجات شيء مثلك وهي ناقص خمس درجات لا لا شيف لا كان لا ما بس لا تحرك لا مو هيك مو هيك شوف يلا بس انتم كاترين زيت يعني ها انا اسويها تنشف تنشف ايوه رواح انت معي يا شيف بس اي نعم قالوا الناس في اقبال كبير على عصير السيزر هذا لازم احنا نسوي له بدائل عشان نوزع السوق ما يخلي فيه ضغط على العصير جاء واحد اسمه سلطان سلطان ايه قال اباخذ من اسمي نصيب بخليها ايش ايوه سلطه سيزر سلطان هذا يحب السيزر حلو فسوى سلطان سلطه السيزر من هذاك اليوم راحت وجات سلطه السيزر جات راحت سلطه السيزر هذه من وين هاي هذه من هذا نفسه اللي اخذ جوال ابو زريقه يا سلام عليك ابو شو اسمه ابو زريقه يقول يا سلام عليك يا شيخ طيب يعني الان احنا في ورطه شوي بس احسن من زايد زيت زيت بس يا حبيبي والله بس حاجته زيت ها حاجته زيت من شيف انت عليك بالخواتيم خلاص طبختي يلا ما في ما بدكم تحطوا بهارات يا شباب انا بدي شيف شيف ساعدكم اخصم عليك درجات مريت اخصم عليه قاعد تعلمنا ما يصير بدكم مساعده شيف ما بدنا بس حلو ها طيب شو اسمه حمد شنو هذا هاي شوي اللي بايدك اوريغانو شنو هذا اوريغانو نعناع ايطاليه حلو لانها سلطه ايطاليه لازم نحط لها بهارات ايطاليه وهذه صراحة يعني صرة يا أخي سووا أشياء عجيبة شو درانا نحن نطبخ إيطالي عاملين لكل شيء بيخطر على بالك إذا عندهم حتى بتقولوا أشكال وألوان منه أنت بتشوف اليوم شخص في المطبخ غير يا شيف قاعد يقلدني في الوزنية شوف بالله هذا بهار إيش فيك باخل عليها أنت بالله هيك أنت كمان ما أدري ما أدري شوف شوف ايوه هذه نفس هذه كيف هذه ملح منه فيها هاي من نفس البهارات صدق اي والله البهارات هي يا حبيبي الله اليوم هاي صوت الدجاجة هي والله ما ادري يا شيف قبل ما تندبح ريحة شو؟ في شيء حرقته؟ بهارات ما بعد استوى كيف يحط البهار ما بعد استوى؟ حر كل شيء باخره شو وضع ذا؟ كزبرة مطحونة تبونه سبايسي ولا عادي؟ يلي بدك يا انت اليوم الشيف تبعنا باربيكا سعد عندي اهم الله يسعدك يا رب يسعدك يا رب برياني ريحته حلو اعطيني اعطيني بالله عليك هيك موقف عن جد لا تحسد عليه بالمطبخ ان كان ببيت اهلك او ان كان عند شباب هيك طلعت بر طيب اذكر في كشفة من الكشفات يعني اشوف المقاطع اللي بيجي يركض يركض يقلب القدر كذا ايه ويسوون حركات فهمت شلون حلو فذاك اليوم انا متكفل بالكبسه طبعا ما اعرف اطبخ الا كبسه فمتكفل بالكبسه مره وقايل عندي شغل يوم جاء وقت الصرف قلت لخوي طبعا برد وكشتين في نفود في رمله قلت لخوي انت بس تعال بنفاجئ العيال هناك احنا نطبخ ورا السياره روح انت بالصحن وانا اجيك بالقدر طرق على طول حلو والامور طيبه ترجع ماكش طبعا تضغط قال تمام واجيك انا طال عمرك اول ما احط الصحن بيتبقلب طبعا قدر الضغط الحديد مرتفع شوي ما هو بالقدر عادي اي صحيح واحد من العيال يقول لا 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 طلع الرز نصه في الصحن ونصه في التراب
العيال من صباح الله خير كاجتين جوعانين وجوعانين وجوعنا بعضنا قلنا معنا لحم خلينا الليل وتعشى عليه. والله ما تسمع طبعا هم زعلانين بس ياكلون من جوع تسمع صوت التراب شاك 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 بس الطعم ما احكي لك شيء حلو واحد بيمدح نفسه. بدك يا ولدان ولا ميديم دان اللي بدك على حسب انت شوف ال لا انا على ذوقك. لا ولدان بتصور افضل يعني زنجبيل ام ولدان ويل كمان حلو. شيف انا مره من المرات انا واخوي احمد انا واخوي احمد حلو ابوي وامي كانوا مسافرين الحج ايوه وما في الا انا واخوي احمد واختي اللي اكبر مني. فابوي موصل مطعم كل يوم يجيب لنا نوع من الاكل غدانا عشان كل شيء يعني يعني ما له داعي ندخل المطبخ نتفلسف. فاخوي احمد هو مو محبه فيكم ابوك عمل هيك بس عشان ما تحرقوا البيت والله يعني ايوه لا لا يحبنا ابوي انا وصيه امي ايوه انزين. كان احمد يقول لنا انا واختي قعدوا اليوم الغداء علي معك انا بس اعطيك ما سامع يسوي مجبوس دياي اخوي احمد ايه فاخذ الجدر الاول خذ الجدر الاول وترسى رز وماي وخلينا خلاه يمكن نص ساعه. شو اسم الاكله؟ مجبوس دياي مسبوش مجبوس ايه ما مشكله خلاص نفس مندي دجاج كبسه دجاج كبسه دجاج ايه خلاص انا يعني كبسه دجاج انا تدري مشبوس و ايوه كبسه دجاج ومقدوس ايه ايوه انزين يا طويل العمر والسلامه ايه. هاي صحيه ولا مو صحيه ولا شيء؟ شو هي الاكله؟ ايوه جدا والله يعني لازم انقص زيت. ها زيت زيتون ما بيأثر بعدين انت حتى لو حطيتهم هون ايه؟ اوكي لا يبردوا أنا أفكر إنه بتنقيهم أنت بالوحدة. أنا ذكي. بس برافو. زين. إيه كمل. سوى أخوي أحمد الجدر الأول. إيه. وكبير. إحنا ثلاثة بس في البيت. سواه كبير. إيه. وفشل. طبعًا أحمد جاي من الكويت من الجامعة عشان بس إنه يكون معانا فترة العيد. إيه. دعم حق إخوانه وخواته. الجدر الأول وفشل. إيه. وصفوا على صوب على جنب. هذا الصحن ها. إيه. الجدر الثاني وفشل ثلاث جدور كلهم فشلوا. ابو ايش بيقولوا ابوك؟ ابوي ابو عماد. وابو عماد عم يدفع ابو عماد لا في في الحج عم يجيب على رز الشعلان وعلى ابو عماد على تسره ادفع بس ابو عماد في الحاج بس ما. دافع قبل منه يعني والله مسكين دافع كثير. اي والله الله يطول بعمره الله يحفظه ويرزقه الصحه عادي والعافية. عادي يتفنن يعني اللي بدك يا والله طلع مواهبك كلها بجوز تربح معانا اذا ما ربحت معانا يمكن تربح عروس من وراء التلفزيون هلا على راسي على راسي هلا بتلاقي اليوم على هذا هاشتاج عروسها لعبه طبعا اي طبعا يعني اي معك مقدم و الله يرزقنا بس تكلمنا في البرنامج عن غلاء المهور ايوه كنا يعني نقصد ناس فهمت شلون حلو اي فان شاء الله انك تتابع الحلقه ان شاء الله باذن الله بنعيدها مره ثانيه وثالثه بركي على الاول يفهم صاحبنا ويراعينا شوي خلي يركز ها ايه اللي ركز بالحلقه شوي يحط الفلفل فوق ايه اللي بدك يا حبيبي يعني انا استغل بين ما تخلص انت وياه بدي اوجه دعوه لا أسامة القاضي ولا سعود بن هزال مرة تانية اليوم شكيتك لله يا سعود اليوم أنا حكيتك على تيك توك على أساس وعدني إنك تجي بدي منك يا سعود أسامة القاضي أتمنى أنكم تكونوا ضيوف في حلقة من الحلقات ونطبخ لهم سلطة سيزر هن اللي بدهم يطبخوا ويجلوا كمان بقى يلي بيعرف سعود عملوا لي في مشكلة عنده بتويتر يا ريت اللي بيعرفه وبالذات عمر اخوه تقول له لسعود شوف ايمتى بيكون فاضي على الاسبوع الجاي ان شاء الله بتمنى انه يجي معنا ونفس الشيء اسامه القاضي كمان من الناس الحبايب اللي بيشرفني انه يكون معنا وبعد منا من هلا عم بدعي لياسر العباس كمان ان شاء الله يكون معنا بحلقه من الحلقات على فكرة ياسر بيعرف يطبخ ها ياسر فنان وقت طبخ لنا مرة ايه. استراحة وقت كنا بسهم
كان يستنى بس يخلص البرنامج يفوت على المطبخ هو ومحمد عبد الرحمن. والله ما شاء الله عليه. يسرقوا اللحمة ويسرقوا العدة ويطبخوا ويتعشوا فيها يا يفطروا فيها مساكين. يسرقوا؟ يسرقوا لا شو؟ ولا يسلقوا؟ يسرقوا يسرقوا. يعني يستعاروا. حرامية. إيه كانوا حرامية لحمة ودجاج. يلا كل واحد. إيه والله. الله يسعدهم يا رب. تصدق العقل اللي وقعنا عليه ما كان في مطبخ. إيه. ولا. صد؟ ولا. كاتبين بند رقم 13 رقم 13 يغش مني. شوف 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 والله ما بعد استوى مو بعرف. تمام الدي اي انا تعلمت تمام. في البرنامج اللي كنت فيه الدي اي اذا قصيته كذي ما كملت لي على طبخه. المهم انها كانت فاشله ايه؟ وثلاث جدور الله وكيلك حرام كلها في الزباله. لا حول ولا قوه. اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. انتظرنا اكل المطعم. ايوه وبس والله. هلا انت اليوم تواجدك بالمملكه هون بسبب دراسه ولا شغل؟ لا شغل. شغل وبنفس الوقت انت واحد من المقدمين اللي عليهم الحمل يعني بهالبرنامج الجميل. تعال قرب لعندي هون خليني اشوفك. انا مكمل لاخواتي لاخواني. أيوة. هو شوف انتوا شنو بس تعال, تعال 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 الله لا الله لا يبلينا. شفتوا شفتوا عم بياخذ لا 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 عم بياخذ مني. لا 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 والله عم بياخذ مني. لحظه شفت يا شيخ لحظه شفت بعينك صح الظلم والظلمات. انا شفتك لك ما شفته له. شاف انه اخذها من هنا صح ولا لا؟ الله يشوف من هنا ولا ما اخذت خذها الله يشوف اخذت من هنا ما اقسم عليه. شوف اقسم عليه. هلا بنرجع للفار. فار عندنا فار. عندكم فار؟ والله عندنا فار. لك ارجع للفار يا حكم. ارجع ارجع للفار يا شيخ. والله فارق من عندي دجاجة. اسمع انت وياه. اوف اوف شيف ترى انا شلتها لان طاحت. يا شباب اعطونا الفار والقطه مع بعض. اعطونا الفار يا شباب والقطه. يسرق من عندي هلا شيف. ما يصير ما اعطيه. سامحه سامحه خصم عليك. والله ما سامحه سامحه. ما هلا كنت هنيك عم تقول له بتشوف لو انا فاطمه بنت بنت. لا تصعد الموضوع بخصم عليك الحين. ما يخصم شيف. رجعنا الفار يا شباب. وين الفار؟ الفار لنشوف. ايوه اوف اوف هذول كلهم بالبار. لا اله الا الله. هذول كلهم يشوفون كلهم ماوس. كم واحد هنا يشوف؟ هذا كله بالفار. كلهم حكام هذول. وين ما قد صارت حتى في الدوري ما قد صارت. شوفوا كم ضحيه. شوفوا كم ضحيه اليوم بدهم ياكلوا. شوف هذا مجدي حكم رايه. مجدي ايوه والله حكم رايه ذا ما يعرف الفار. مجدي اعطينا الجواب. مين؟ شوف 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 شوف. ايوه كم حكم هنا هني ولا هني؟ مين؟ يا احمد الصادق تراك حكم رابع. والله ما تعرف انت تحكيم الفار. مين؟ يس هاي لي ولا علي؟ ها؟ احمد ما في شيء. شيك بمليون. انا سرقت ولا ما سرقت؟ استعاره استعاره. شوي شوي شوي. ظهر الحق وزهق الباطل. الله كريم. ايوه الله. الى الحين امور طيبه يا شيف. شوف بس الى الحين ما في شيء. خلاص لا تمام تمام تمام. تعال شوف تعال تعال. ايه تعال. شوف هلا الان امور تمام. ايه تمام الامور. ايوه شوف الحين اذا كان خصمك اذا طاح من اللاس اذا طاح من اللاس ايه؟ ورجعنا بيجي ياخذ من عندي دياده. هو اللي اخذ من عندك دجاج. ايه شيف الله يرحمه. اذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي. ها ها شوف شوف سرع اللقطه. شوف سرع اللقطه. ناظر ناظر. تكفون والله يا مجدي ما اخليك. ما عليه حكام. ها طيب طيب شو علي شوف. ولا ضدي؟ ها ها شوف لحظة. شوف شوف لحظه لحظه سعد في عليك في عليك في عليك نقطه. لحظه الحمد لله. هلا اول شيء قبل ما اخصم عليك ليه؟ في عندك شغلتين. اما اني اخصم عليك خمس درجات لا 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 او شغل. انك تسمعنا شغله حصريا جديده للمطبخ. لحظة معك. لا والله معك. بدي عد لحظة لحظة رح اجيب لك حقك. قبلها اول شيء ابي حقي. ايوه رح تاخذ حقك. يعني لي حق. يلا يا الفار يلا. ايوه ايه ايه وش يتضح وش؟ ايوه بس كمشتك. وش اللي بس يا احمد الصادق؟ وتراك انت حق تبديلات اللاعبين ترى ما عندك خبرة في الفار والله. انا حاطيني حارس. سعد 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 والله ورطوك ورطوك يعني. معاك هلا واحد اثنين ثلاثة. لا لا لا. شغلة حصريا شغلة حصريا للمطبخ. أحلى انشودة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين بنقول له طيب
في خصم في خصم كفو عليك الله يحبك. ما بين أمس وحلم بكرة واقع حياة وطيف ذكرى التقت غربة شعور شتتت للقلب ذكرى أماني بعمقي غفات للرجع روحي تلتفت كل شيء من حولي غريب أفكار وجداني تلفت كل شيء من حولي غريب أفكار وجداني تلفت. سلامك يا شف، سلامك جمهورنا الحبيب. مشان تنقذوا حبيبنا سعد يلا من الخصم تصوتوا لسعد ينقسم عليه أو لا ينقسم عليه ولا تسامحوه بموجب الحلقة تبعيت اليوم العفو. يا جماعة تف ما فيكم حماية تف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنية من بغى درب الله يمنعونه يمنعونه. يا جماعة تف ما فيكم حماية تف صيح الضحى ما تسمعونه ما تسمعونه من يعاوني على ربعين هنية من بغى السيزار وكله يمنعونه يمنعونه. هذه وش مقطع لي أنا والله كبيرة ذي قطعتها. شو صار معكم؟ لا لا هاي لا تسكها أبيها أبيها خليها بحمره خليها كفن اليوم خليها مدبرة. هذا بده مساعدة يا شباب؟ لا 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 بارك الله فيك. قول تبي بس قوله. أنت ما تبي مساعدة مع احترامي الشديد لك يا شيف، أنت بس تبي تخصم درجات علمني والله. قول. يا أخي شيف بدي أحط دج احترق أكلي من حطه نعم حمرو. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. ما تكلم مني يا شيف، تكلم مني يا شيف. أيوة نعم نعم. طبعا جمهورنا جمهورنا الحبيب فيه له 20 علامة. ها 20 علامة جمهورنا ما بقيان شيء، بقيان أقل من 10 دقايق. شوف 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 إيه شيف أقل من 10 دقايق جمهورنا شيف. الحبيب لحظة أقل من 10 دقايق لجمهورنا الحبيب يصوت لمين بده يعطي 20 درجة. ها أكيد 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 أكيد. شوف هذا الخنفر يلا يلا عشان حمد سعود بعدين شوف غادر معنا البرنامج ما شاء الله أوديها فوق ما شاء الله أوديها فوق بعد البرنامج خذوا لعند شيخ يقر عليه. خبل هذا خبل يا شيخ، هذا ما يقدر المطبخ. المطبخ لهيبته لازمك تحترمه يا أخي. أيوة أفا شفت شيف أنا ما أرضى حد في مطبخك العزيز. شوف على فكرة سعد أقسم بالله عبى راسي باللي قال الانشوتين، صحيح ما فهمت ولا كلمة بس والله حلو اللحن وصوته حلو. ما أنت بدك تطلع شيء من عندك حصري للمطبخ. يلا قول يا رب. يلا تسمحوا لي يعني النظافة عليها علامة. يلا بس النظافة آخر شيء دقيقة. شنو ولد شقيتك لله شو اللي عامله عشان الصوص ياخذ نكهة مع الدجاج؟ خلاص انت حر. وش الصوص فوق بس من يطعم؟ ما عندك مشكلة عميل اللي بدك يا الله. أنا ما أدري شو السالفة. الله يا وقت مضى لو هي بدينا ما يروح. الله والله يا عمر انقضى تمام بين الأماني والجروح. يا سلام. قولوا لجدران البيوت كنا حبايب وقصرى. الله
واليوم ما للحب صوت يا سلام محد عن الثاني درى هبت رياح من شمال هبت رياح من جنوب فجأة ولا عطتنا مجال وعصوفها هز القلوب الله بردية دي اسلم اسلم الصوت باقي لكم 3 دقائق بالضبط جمهورنا باقي 3 دقائق بوقف التصويت مشان الشباب حزين من الشتاء ولا ايوه حزين من الظما يا طير ايوه دخيل الريشتين اللي تضمك حل عن عيني يا سلام دخيل الماء وملح الماء ايوه انا ما ادري ايش السالفه ولا والله ايش صاير هنا شوف شوف سعد شوف ما احلى سعد لحظه على النظافه بعد لا كان في علامه شو هاي يا ريت يا ريت كنترول تنادونا محمد الفهيد ومعاه لا ما بقبل محمد واثنين من الشباب مشان يحكموا على الشباب مالي انا انا ابي ارجع للفار اشوف محمد الفهيد محمد الفهيد اعطونا صوت لحظه انا ابي ارجع للفار اشوف في شيء اتمنى منكم كنترولنا العزيز انكم ترجعون للفار لا حبيبي لا فار ولا جاجة هلا اشتغل خلص لا يمكن خلص الوقت سعد حط لي شيء شيء في الاكله حط لك شو بدي احط لك والله ما في البهارات هي المحطوطه اقول اخلص علي انا اخلص هذه نسيتها هذه انحط على الوش على الوش ومع الجبنه كمان على الوش انا خلصت أخلص الجبنة أخلص. كلها تحت ترى كلها سلطه ها نعم شفت هلا هي هي بالنسبه للناس اللي عاملين دايت عاملين اكل صحي اللي كذا الشباب اللي موجودين عندنا في القناه كلهم ممكن بالليل تاكلها وتنام انت مرتاح ليتني والله اكلك يا شيف ليتني والله اكل كنت هذه غسلها ولا ما يحتاج لا لا خلص في هي لهون بس هلا اللي عندك انت ما شاء الله لهلا انت متفوق متفوق عليه لحمد بثلاث علامات بيصفى هلا بقى الطعم يقول لك سبق الأشي ترى انا تعمدت يا شيخ في طبختي اني اخفي جمالها نعم ابغى الشخص اللي يجي ياكل يبحث في اعماق هذا الطبق لكي يحصل على الطعم اللذيذ اقول لك بصراحه بصراحه هذا عازم ايوه شيف. عازم واحد بده ياكل سيزار انت عازم ارنب بده ياكل خس مدفون انت هذا خس معقول راسك يا زلمه معقول ايوه انا سويت مدفون شكيتك لا الله وين مدفون هذا مدفون بالسيزر ما عليه عوافي بس عشان يعني يشوفوا ما يشوفوا محمد الفهيد يجينا محمد لا لا لا, لا يجينا هلا بده يشوف بدر الضبعان الله يديك وسعيد بن درعان بس نادي القناة كله بوها تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا تعالوا كل واحد هو فايت يفوت أول شيء برجله اليمين ويصلي على النبي شيف 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 حطه في النص عشان ما يعرفون نحزة يلا ها بس خلينا نشيل هاي أرحبوا أرحبوا يا رجال بس حارة شيف ايه حارة لا ايه أرحبوا على خس وخروف هون هون حطه هون أرحبوا على خس وخروف ايه. والله شغل بس بعده 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 مشان ما حدا يعرف مارح. يلا بعده ايه طلعوا طلعوا مارح. ما راح شلون حقته صارت هذه مني انا من يوم اشتغل هذا يسموه الخبز الاعلامي حمد هلا 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 ارحبوا يا رجال الجميل بالموضوع انت ما بتعرف مين صحن سعد مين والله ما ادري حمد والله ما ادري بس الكتاب باين من عنوانه اي ما حدا بيعرف ايوه هلا بنحط الاثنين هون لحظه ها هون وهون هلا الله محييك شفت شلون لك تقبر قلبي اسمع شباب اللي صوت لي لمليون ريال مليون ريال مليون. ابو رزيقة ابو رزيقة ما لنا غنى عنك كمان لازم حمد تعال حمد ايه يلا حمد. تعال ابو رزيقة حمد حمد حبيبي حي. حمد توقف هون لحظة اجيب لكم شوك بس شو بس على الخير هلا وغلا ارحب يا ابو زيرة مرحبا ملايين ابو رزيقة مرحبا يا بن درعان مرحبا الله يطول عمره هي وش مرحبا يا ابو ذوق مرحبا يا ابو ذوق وشرفت ونورت حياكم الله ايوه ارحبوا ملايين ها يلا 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 يا شباب
خلينا بس نقول اعطيني يقول عطمي مو بعطيني اعطيني شوكه شوكه لا حدا يقول هذا ابو شوكه غير ما تعرفوه ما يعرفون ليش لا ما نعرف ايش عرفنا شيء كل واحد يدوق ويعطيني خبر يا ابو مبارك اني داخل على الله ثم عليك يا ابو مبارك ابشر بالسعد داخل عليكم يا اهل السعوديه كلكم ابشر بالسعد يلا واخر الخسوك يا الطبقه هذا طبقين من مثل بعض يا اخي هذا وين ايه هذه مقلوبه مدفون بالزبده ايوه هذه شوف شوف يتكلم لا تحكي معه لا تحكي معه ها انا قاعد امدح طبخه حمد ايوه يبي له هلا علاقتي انا والشباب من زمان يعني طيبه الحمد لله شوف ربعنا واضح انهم اكيلين مطاعم محترفين مقيمين هذه انها مخفيه هذه بحد ذاتها كرييتيف ابتكار الثاني هذه لا معروف الحمد لله انتم المجد صراحه هذه ابداع فيها طعم ولذه وهذه هذه بدون ملح وين بدون ملح اصلا السلطه ما يحط عليه ملح اللي بدون ملح وين شوف اللقمة مالت الفهيد ايش كبر سلام برزيقة هنا وعافية يا برزيقة هنا وعافية يا حبيبي هذا حلوة مو حل انت حلوة دوك بقول ما هي حلوة انت حلوة ما ابدع تعود العافية يا بدوك اقيم انا العافية نزلت شوف لحظة هلا ايه ايوه طولوا بالكم شوف نية الملح محروقة شوي حرقتها شوف انا بتكلم رايي انا اعطيني بعيد عن التقييم اي صح الطعم احسن هنا انا اللي الد عندي شوف انا ما ادري والله ما ادري ايها قال لي هذا بس ما ادري ايها مين انا والله العظيم مشوان يقول اختر من هذا بس ما ادري ايها فاقول لك حاجه هذا شكل في حموضه ما حبيتها شو هي حموضه وين هذا تمام في حاجه في واحد يضرب رجله بس ما ادري منه في حموضه حلو الحموضه هذه انا مع نفسي ما احب الاكل في حموضه فما حبيتها تمام هذه فيها زيادة زي الحرق كذا بس لذيذ جدا فأنا حبيت هذا أكثر ما أدري من له هذا بالحرق أنا من هو اللي يضرب أنت أنا بقيم أيوة رجع الصحن ذا تعبت وأنا رأسي ديزاين بس كشف فيه لخبطة واجد أيوة فيه لخبطة نعم وفيه شيء زايد عن الحاجة نعم يعني فيه تبذير شو أيوة تبذير إيه وهذا هذا وهف يعني هاد هو يا ابن عمي واضي يا ابن عمي حبيبي هاد حط الخس كله هاي حط نص الخس لا أكل هو نص حط الخس حط الخس فوق هو اكل نص الخس لا هو حط الخس فوق عشان هي. اذا ما انكل ابتكار جديد ينحفظ الاكل تحت صاروا اثنين فهذا اعجبني صاروا اثنين خلاص هلا ما عاديهم عداك العيب يا مبارك باقي يا استاذ محمد الفهيد عند ابو زينب انت الفاصل لحظه برزيقه وين برزيقة أنا طالب برزيقة كلمني يا برزيقة أنا طالب برزيقة والله كلمني والله أطالب برزيقة أبو برزيقة الجمهور بيكسرون على المتكفى أبو برزيقة هنا أنا ما طالب أبو برزيقة وينك وشو اي صحن هذا وهاي لا كلمناك طيب ما قلت له وقال له ليش عندك انا اقول هذا شكل يعني اجمل يا سلام بس انه الذمه يا فهد والله نتكلم صادق والله نتكلم صادق هذا كشكل بالتقديم اجمل من هذا هذا شكله بالتقديم بس هذا لو عليه ليمون بيطلع لذيذ هذا طالع نكهه والله ما ادري وش طيب فانا قيم هذا طيب روح لعند الفئات شكرا لكم يا شباب شكرا لكم يعطيكم العافيه برا ما بدي اياك اعتقد واضح اسمعوا ابو رزيق عن اربع اصوات انا اصلا يكفيني ابو رزيق شكرا ابو مبارك ابو ذوق على راسي ابو زينب انا ابشروا بالسعد ان شاء الله في المطبخ الجاي باذن الله يكون تعاون يا شباب يا شباب لحظه تكفى لحظه خلص التصوير جمهورنا الحبيب لحظه خلص التصويت بس عشان تعرفوا انه في حموضه في حموضه مين هذا والله هذا ما في من والله هذا الشكل يا يتقيم اكل مش الفاصل حابب خلينا خلاص هلا هي ما بناخذ هي هلا وصل التصويت اعزائي هلا في واحد اخذ 41 والثاني قديش تتوقعوا اخذ 59 درجات من كم لا حطيت درجات من كم حطيت اربيز لا والله ما فيها شوف الا حط طيب الاربيز في واحد اخذ 41 وفي واحد اخذ 59 والله اي والله والله قلت اتوقع اقصد اكيد يا حظي 41 من 159 من 100 يعني ما يبي له اخذ يلي اخذ 59 راح ياخذ 20 نقطه واللي اخذ 41 راح ياخذ 10 نقاط
حلو. بالنسبة للتقييم على بقية الأشياء اللي هلأ أنا سويتها، بصراحة أنتوا كنتوا متعادلين، عرفتني كيف؟ وين متعادلين؟ وين؟ هاي حق أرانب. أنت ذقت ذقت يا أرانب. حط أربع أرانب. وين بدي عندي أولاد بدي ربيها، وين بدي دوق من وراكم أنتوا اثنين؟ لحظة شيف، والله لازم تقييمها. لك أيمتوا أكلت. والله بالله علي. لا تبليني عندي أولاد بدي ربيها. أنا ودي أقول كلمتي مناسبة الفوز. لحظة. بالله عليك شو هيدا؟ هاي بتاع أرانب. وهيدا بتاع واديم. طيب شوف اشيل منك هاي، هاي لا تجامل يا شيف. هاي دياي. شوف خذ الدياي البارده لذيذ. كل ما شاء الله ما شاء الله والله لذيذ. يعطى قفشه جديده عشان ما تاخذ مع ثاني. هاي جديده ولا غير؟ وخر الخس وخر الخس جديده وخر الخس. طلع الخس لازم مع بعض. ما كرت خس من اللي عندي لك. والله نفس الشيء. لا الخس اللي عندي ما قري عليه، قريت عليه قرآن محروق. ها في نكهة كذا شغل. ها صالح تعال، نسينا صالح. مبسوط اليوم في التقييم، تقيم. والبارح مسوي اللازانيا ما عطت التقييم ولا ذقت. لا ليش بعد اليوم؟ ها؟ لا كيف؟ البارح طبخنا ما قيمنا من المطبخ. تحيز طلع برا. لا 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 طلع برا. احملوه يبي يذوق. تعال ذوق وقيم اللي عليه. المشاهدين اخر الفقره نعلن اسم الفائز اليوم. ايوه اللي فاز معانا اليوم. ما ايام ما قيم. في طبخه سيزر سلطه. سيزر واحد. سيزر صالح. يلا اللي فاز معانا اليوم سلطه بعد هيك لورا لشو صف على جنب. سيزر يلي فاز بسلطه السيزر اليوم صار.